نحن نفتخر بأننا كنا دائما مبادرين ومن أول الجامعات التي تسعى حثيثة لإعطاء هذه الشريحة، شريحة المحاضرين المسائيين، شريحة العقود المسائية، شريحة الأجور اليومية. حقيقة هؤلاء كثير منهم يعني تعب تعبا على مدى سنوات، ونكاد نقول بدون مقابل أو مقابل لا يكافئ جزء يسير من تعبه. ولهذا عندما تأتي القرارات وفيها المرونة نكون دائما يعني نسابق الزمن من أجل تقديم هذه الخدمة. أنا تواصلت يعني على مدار الأشهر الماضية مع الوزارة، والوزارة بدورها تتواصل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هناك قرارات مهمة لها علاقة بشؤون المتعاقدين، هي قرارة 315 وقرارة 337. هنالك بعض يعني التداخل، أو هناك بعض يعني نسميه ربما في تفسير القرار كلام ولغط، لكننا نقول دائما عندما تأتي يعني بوابة لخدمة أهلنا وخدمة الأساتذة وخدمة الأجور اليومية وكل العاملين، نسعى إلى يعني أن نقدم أفضل الخدمات وأسرعها. ولهذا كانت جامعة سامراء أستطيع أن أقول بلا يعني مبالغة أول جامعة تنفذ هذا القرار وتسرع في إعطاء هؤلاء حقوقهم. طبعا هنالك مسألة مهمة أحب أن أعرج عليها لو سمحت. هذا القرار مرتبط في قضية الرواتب، يعني رواتب هؤلاء الأساتذة أو العقود الوزارية سواء كانوا مسائي أو صباحي. طبعا القرار واضح وصريح، يعني يسأل كثير من الأخوة المتعاقدين كيف سيكون موضوع الراتب أو متى. القرار قرار 315 كان صريحا، وقرارات الوزارة المبنية على هذا القرار واضحة وصريحة بأن الرواتب مرتبطة بإقرار المخصصات المالية في ميزانية 2020، ولهذا لا نستطيع أن نعلم الغيب. يعني موضوع متى تقرر الميزانية، الكل يعلم أن الميزانية لم تقرر إلى الآن. هل ستنزل التخصيصات؟ أنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. الموضوع مرتبط بقضية مالية بحتة، البلد يمر بأزمة نعم، لكن أنت الآن تحولت إلى عقد لك كافة الحقوق التي يتمتع بها الموظف العادي إلا موضوع الراتب، فهو مرتبط ب يعني إقرار مخصصاتك في الميزانية.